بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على المبعوث رحمه للعالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الابرار الميامين الائمه المعصومين الهداه المهديين. السلام عليكم احبتي المشاهدين الكرام اينما كنتم ورحمه الله تعالى وبركاته تقبل الله اعمالكم وطاعاتكم. ما من مأدبة ولا وليمة الا ويكون في افرادها صحن التمر، هذا الذي اعتدنا على مشاهدته في جميع المأدبات، اما صحن او اكثر من صحن، يا ترى ما هو حال التمر وما هي ادابه وكيف ينبغي للمرء ان يتناوله؟ أول شيء أذكره لكم في هذه الحلقة ما روي عن أهل البيت عليهم السلام في أن التمر هو أزكى الطعام روى الكليني رحمه الله في الكاف الشريف بإسناده عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه قال الإمام الباقر عليه السلام أزكى طعاما هو التمر وعن الصادق عليه السلام في الحث على تناول التمر، قال عليه السلام: بيت لا تمر فيه جياع اهله. وقد اشارت الروايات الى مدح صنف التمريين كثيرا. فعن اهل البيت عليهم السلام فيما رواه الكليمي رحمه الله في الكهف الشريف قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يحب ان يرى رجل تمريا. لحب رسول الله صلى الله عليه واله للتمر وقد مدح التمريون في روايات كثيره رويت عن اهل البيت عليهم السلام منها ما عن الامام الصادق عليه السلام قال: اني لاحب وفي بعضها انه ليعجبني الرجل التمري وهذا المضمون روي في روايات كثيره جدا لا مجال لذكرها. جاء في روايات عده ان التمر هو الحلوى التي كان يتناولها رسول الله صلى الله عليه واله وقد روى الطبرسي رحمه الله في كتاب مكارم الاخلاق ان النبي صلى الله عليه واله كان قوته الشعير وحلواه التمر السؤال الذي يطرح كثيرا ما يطرحه الناس لو كان في المائده او في المادبه او في الوليمه تمر ما عسانا ان نصنع وكيف ومتى يمكن ان نتناول التمر؟ الروايات جاءت عن اهل البيت عليهم السلام منها ما رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف بسنده عن الصادق عليه السلام قال: ما قدم الى رسول الله صلى الله عليه واله طعام فيه تمر الا وبدا بالتمر. التمر مقدم في المائده عند رسول الله صلى الله عليه واله. يا ترى ان كان صائما ونحن في ايام صوم ما عسى الانسان ان يصنع اذا جيء بالتمر عند الافطار. كان اهل البيت عليهم السلام وقد ذكرت روايات عده ان رسول الله صلى الله عليه واله قالوا ان رسول الله صلى الله عليه واله ان كان صائما بدا بالتمر في زمن التمر. وبالرطب في زمن الرطب يعني إن كان أوان الرطب كان يتناول الرطب وإن لم يكن أوان الرطب فيتناول التمر بعد هذه المقدمة يطرح سؤال من كثير من الأحبة أنه ما هي آداب تناول التمر ومن آداب تناوله روى الكليني رحمه الله عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال عمار كنت مع ابي عبد الله عليه السلام فاتي برطب فجعل ياكل منه ويشرب الماء اي كان الامام عليه السلام يتناول رطب ويشرب معه الماء ويناولني الاناء فاكره ان ارده فاشرب حتى فعل ذلك مرات الى ان قال عليه السلام محل الشاهد من هذه الروايه هنا هذه الفقره قال عليه السلام: اما انا فلولا الماء ما باليت الا اذوقه، يعني بمعنى ادق ان الامام عليه السلام كان ياكل التمره لاجل ان يشرب الماء صلوات الله وسلامه عليه. ومن اداب تناول التمر ايضا ان تطعم النفساء تمره فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام أنه لو كان هنالك شيء أفضل من التمر لأعطاه لا الله سبحانه وتعالى ولا أطعمه لمريم عليها السلام إذ قال في كتابه يخاطب مريم عليها السلام بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية وهذه الآية بعد ان ذكرها الامام الصادق عليه السلام في حديث يروى عنه، قال عليه السلام: لو كان هنالك ما هو افضل من التمر، قال الامام الصادق عليه السلام: لو كان هنالك طعام خير من التمر لاعطاه الله سبحانه وتعالى لمريم. لذلك ايها الاحبه يعطى التمر للنفساء التي تضع مولودها. بقي هنا امران ايها الاحبه. بودي ان اختم بهما. الامر الاول شاع بين الناس وذاع ان النخلة يجب ان تحترم ويجب ان توقر ويجب ان لا تقطع هل هنالك روايات عن هذا الشان ام لا ان كان المطلوب بيان الحكم الشرعي فعلى السائل أن يرجع إلى الفقيه الذي يفتي له بخلاصة ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام وأما في هذه الحلقات فنحن نذكر ما وردنا عن أهل البيت عليهم السلام وما نهوا عنه وما حثوا عليه فمما يخص النخلة روى البرقي رحمه الله في المحاسن بإسناده عن إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام استرعي الانتباه لهذه الروايه. قال: استوصوا بعمتكم النخله خيرا. الامام يوصي ان نوصي بالنخله خيرا ويسميها عمتنا، يا ترى لاي سبب سمى الامام الصادق عليه السلام النخله بعمه الناس؟ استرعي الانتباه. قال عليه السلام: استوصوا بعمتكم النخله خيرا فانها خلقت من طين ادم عليه السلام. ألا ترون انه ليس شيء من الشجر يلقح غيرها؟ أقول هذه الرواية تفصح أن الإمام الصادق عليه السلام يوصينا بالنخلة ولكن هل يجوز قطعها أو لا يجوز؟ فهذا الأمر منوط بالحاكم الشرعي وبالفقيه الذي يفتي الناس. بقي أمر آخر يشيع عند الناس في جميع أصقاع الأرض. أنه علينا أن نأكل التمر وتراً أو فرادة بمعنى أن نأكل إما تمرة أو ثلاثة تمرات أو خمسة تمرات وهكذا وهذا في واقع الحال لم أجد له أثراً في روايات أهل البيت عليهم السلام ولا في روايات غيرهم نعم هنالك امر لعل القائل بوجوب تناول او باستحباب تناول التمر فردا لعله استوحى هذا الامر من هذه الروايه. روى الكليلي رحمه الله في الكاف الشريف باسناده عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من اكل سبع تمرات عجوه عند منامه قتلت الديدان في بطنه، فلعل الذي قال بهذا القول استوحى الفرد او استوحى العدد الوتر من هذه الروايه، والا الواقع لم اجد لها اثرا، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لان نعثر على اثر لها في روايات اهل البيت عليهم السلام، اما حتى هذه اللحظه فلم اتوقف على اثر في روايات أهل البيت عليهم السلام يشير على أن نأكل أو نتناول التمر فرادا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تناولكم للتمر هنيئا ودافعا للسوء والبلاء عنكم وعن جميع متعلقيكم وأن يحفظكم الله ويرعاكم ويتقبل أعمالكم حتى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته